متابعي قناة ميد سبورت، السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد. كشف موقع ترانسفير ماركت المختص في تقدير القيمة السوقية للاعبين مؤخرا عن ترتيب جديد لأغلى لاعبي الكرة، كما نشر الموقع نفسه تشكيلة الفريق الأغلى في العالم، وكان مكونا من 11 لاعبا هم الأغلى في مراكزهم في تشكيلة شهدت غياب الكثير من النجوم، لعل أبرزهم الثنائي ميسي ورونالدو بالإضافة للمصري محمد صلاح، رغم أنه حل خامسا في ترتيب الموقع لأغلى اللاعبين على الإطلاق. لذا استعدوا لكي تتعرفوا معنا في هذا الفيديو من قناتكم ميد سبورت على التشكيلة الأغلى في العالم حاليا وفقا لموقع ترانسفير ماركت. قبل أن نبدأ هذا الفيديو لا تنسوا الإعجاب، الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديدنا. في حراسة المرمى يتواجد يان أوبلاك 90 مليون يورو، متفوقا على أليسون، إدرسون، كورتوا، تيرشتيغن، مانويل نوير وآخرين. تصدر الحارس السلوفيني قائمة أغلى حراس المرمى بالعالم وفقا لموقع ترانسفير ماركت، كيف لا وهو الذي يقدم مستويات مبهرة بشكل مستمر منذ سنوات في حراسة عرين أتلتيكو مدريد، ويكفي أن تعلم أنه حصل على جائزة أفضل حارس مرمى بالليغا 4 مرات متتالية بين عامي 2016 و2019، كما يعد صاحب 27 عام هو الحارس الأقل استقبالاً للأهداف في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى منذ ظهوره لأول مرة مع أتلتيكو مدريد في الليغا وفقاً لإحصائيات شبكة أوبتا، إذ شارك مع الفريق في 195 مباراة حتى الآن بالمسابقة، حافظ على نظافة شباكه في 108 منها، وما زال يواصل تطوره وحضوره المميز مع الروخي بلانكوس. خط الدفاع ترينت ألكساندر أرنولد 110 مليون يورو، أغلى ظهير أيمن بالعالم حالياً، وهو أحد أبرز المواهب الشابة حالياً وواحد من أهم أسلحة ليفربول على مستوى صناعة اللعب. كان له دور حاسم في عودة الفريق إلى الواجهة وتتويجه بدور أبطال أوروبا كأس السوبر الأوروبية، إضافة لكأس العالم للأندية بالموسم قبل الماضي، والنتيجة كانت ترشحه لقائمة الكرة الذهبية لنفس العام. وخلال الموسم الماضي واصل عطاءاته الرائعة وتألق بشكل كبير، فساهم أيضا في التتويج بلقب البريمير ليج بعد غيابه، حيث خاض ابن 22 عام 49 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 15، وحاليا يواصل تواجده مع الريدز كأحد ركائز الفريق الأساسية، إذ شارك مع الفريق في 6 مباريات حتى الآن صنع بها هدف. ماتيس دي ليخت 70 مليون يورو. في مركز قلب الدفاع يتواجد المدافع الهولندي البالغ 21 عام، والذي تألق بصورة لافتة رفقة أياكس بالموسم قبل الماضي بعدما قاد الفريق لإحراز الثنائية المحلية وبلوغ نصف نهائي دوري الأبطال، كما توج بجائزة أفضل لاعب بهولندا، وكان كل ذلك كافيا ليقرر يوفنتوس ضمه في صيف 2019، فأصبح أحد ركائزه الأساسية خلال الموسم الماضي، وساهم في حصول الفريق على لقب الكالتشو، ورغم تعرضه لإصابة في أغسطس الماضي وغيابه عن المشاركة مع البيانكونيري حتى الآن خلال الموسم الجديد، إلا أن قيمته السوقية لم تتأثر كثيرا، وحاليا يعد هو ثاني أغلى مدافع بالعالم بعد الاسم التالي. فيرجيل فان دايك 80 مليون يورو، أفضل لاعب بالبريمير ليج وأوروبا بالموسم قبل الماضي، هو المدافع الأغلى بالعالم حاليا، فقلب الدفاع ثاني لهذه التشكيلة هو بلا شك أحد أفضل المدافعين بكرة القدم العالمية حاليا، إن لم يكن الأفضل على الإطلاق من وجهة نظر الكثير من المتابعين. صاحب 29 عام ومنذ انتقاله لصفوف ليفربول في 2018 نجح في تثبيت أقدامه وأصبح أحد أعمدة الفريق التي لا غنى عنها، ومعه تطور أداء الريدز بشكل ملحوظ حتى توج بالثلاثية القارية ثم البريمير ليج بعد سنوات عجاف، وبينما كان يواصل تسجيل حضوره الرائع مع كتيبة الألماني يورغن كلوب خلال الموسم الحالي، إذا به يتعرض لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي في مباراة الديربي ضد إيفرتون قبل أيام. ألفونسو ديفيز 80 مليون يورو. في مركز الظهير الأيسر يتواجد النجم الكندي المنتمي بأصوله إلى دولة ليبيريا كأغلى ظهير أيسر بالعالم حالياً، وهو أيضاً أغلى لاعب شاب بالعالم في فئة اللاعبين أقل من 20 عام، ويعد ديفيز ابن 19 عام أحد أهم اكتشافات الموسم الماضي بعد ظهوره بمستويات مميزة للغاية رفقة بايرن ميونخ الذي انتقل له في يناير 2019،
حيث استغل إصابة بعض لاعبي الخط الخلفي ليثبت أقدامه ويحجز مركزا أساسيا، وخلال 46 مباراة شارك بها سجل 3 أهداف وصنع 10، كما كان أحد العوامل الرئيسية في تتويج العملاق البافاري بالخماسية التاريخية. ورغم تناوبه لفترات اللاعب خلال الموسم الحالي مع الفرنسي لوكاس هرنانديز، إلا أنه يظل بلا شك أحد أبرز نجوم بايرن الحاليين. خط الوسط جوشوا كيميش 85 مليون يورو. إذا كان ألفونسو ديفيز أحد أهم أسباب تألق بايرن ميونخ وتتويجه بالخماسية، فإن لاعب الوسط والظهير الأيمن الألماني صاحب 25 عام قدم هو الآخر موسما استثنائيا وظهر بمستويات مبهرة ساهمت في ظهور العملاق البافاري بصورة أكثر من رائعة، خاصة وأنه يجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن وخط الوسط. وخلال الموسم المنقضي شارك في 51 مباراة أحرز خلالها 7 أهداف وصنع 17، والنتيجة كانت حصوله على جائزة أفضل مدافع في أوروبا. يذكر أن كيميش شارك خلال الموسم الجاري في 6 مباريات مع بايرن حتى الآن، أحرز بها هدفين وصنع 3. كيفين دي بروين 120 مليون يورو. إلى جانب جوشوا كيميش في خط وسط هذه التشكيلة، سنجد النجم البلجيكي صاحب 29 عام كأغلى لاعب بالعالم في مركزه، ويعد دي بروين أحد أبرز نجوم كرة القدم خلال الوقت الراهن وسر من أسرار تألق مانشستر سيتي وهيمنته المحلية فيما قبل الموسم الماضي. كما يمتلك اللاعب أرقاما مميزة، حيث شارك مثلا خلال الموسم الماضي مع سكاي بلو في 48 مباراة بكل المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 16 هدف وقدم 23 تمريرة حاسمة، منهم 13 هدف و20 أسيست بالبريمير ليج كأكثر من صنع أهدافا بالمسابقة، وثالث أكثر من صنع أهدافا بالدوريات الأوروبية الخمس الكبرى. كما توج بجائزة أفضل لاعب في مانشستر سيتي للموسم الماضي وأفضل لاعب وسط في أوروبا، إضافة لأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي. وبلا شك سيحاول الاستمرار على نفس النهج خلال الموسم الحالي الذي شارك به حتى الآن في 5 مباريات، سجل خلالها هدف وصنع آخر. ساديو ماني 120 مليون يورو. ننتقل لمركز الجناح الأيسر، ويشغله النجم السنغالي البالغ 28 عام والذي يعد أحد أفضل لاعبي العالم في مركزه، لما يمتلكه من قدرات فنية رائعة جعلته أحد الركائز الأساسية في تشكيلة الألماني يورغن كلوب، وساهمت في تتويج ليفربول بالثلاثية القارية في الموسم قبل الماضي قبل الوصول أخيرا إلى لقب البريمير ليج خلال الموسم الماضي، حيث كان ليماني دورا كبيرا في طريق التتويج المحلي بعد أن سجل 18 هدفا وصنع 9 من إجمالي 22 هدف و12 أسيست في 47 مباراة بكل المسابقات. وخلال الموسم الحالي شارك ماني بست مباريات حتى الآن، أحرز خلالها 4 أهداف. رحيم ستيرلينج 128 مليون يورو. في الجهة المقابلة وعلى الرواق الأيمن هناك أغلى جناح أيمن بالعالم حاليا، والحديث عن الإنجليزي صاحب 25 عام وهو أحد نجوم مانشستر سيتي والمنتخب الإنجليزي في الآونة الأخيرة، بعدما استطاع خلال فترة وجيزة أن يضع اسمه ضمن أبرز لاعبي النخبة، وأكد على ذلك من خلال ظهوره بشكل رائع في الموسم الماضي الذي شهد مشاركته في 52 مباراة بقميص سكاي بلو، سجل خلالها 31 هدفا وصنع 10. ومع انطلاق الموسم الحالي واصل ستيرلينج توهجه، حيث خاض 7 مباريات مع الفريق حتى الآن، سجل خلالها 4 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين. خط الهجوم نيمار دا سيلفا 128 مليون يورو. في خط المقدمة يتواجد ثنائي هجومي أحدهما هو ساحر السامبا وأغنى لاعب في التاريخ بانتقاله إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادما من برشلونة مقابل 222 مليون يورو. ورغم إثارته للجدل كثيرا بعد ذلك وإبداء رغبته بالعودة إلى البلوغرانا في أكثر من مناسبة، إلا أن ذلك لم يحدث، وواصل صاحب 28 عاما تواجده مع أبناء حديقة الأمراء، وخلال الموسم الماضي خاض 27 مباراة سجل خلالها 19 هدف وصنع 12 ليشارك في تتويج الفريق بالثلاثية المحلية، بالإضافة لوصافة دوري أبطال أوروبا. كما ظهر نيمار بالموسم الحالي في 4 مباريات حتى الآن، أحرز خلالها هدفين وصنع مثلهما. كيليان مبابي 180 مليون يورو. سيشارك النجم الفرنسي ابن 21 عام خط هجوم هذه التشكيلة رفقة زميله في باريس سان جيرمان نيمار جونيور،
والحقيقة أن مبابي لا يعد أغلى لاعبي العالم في مركزه فحسب، بل هو اللاعب الأغلى على الإطلاق بالوقت الحالي، وهو ما يبدو طبيعياً في ظل ظهوره بمستويات مبهرة مع المنتخب الفرنسي وباريس سان جيرمان في المواسم الأخيرة، وتسجيله 141 هدفاً في مسيرته حتى الآن، إضافة لتتويجه بعشرة ألقاب منها مونديال روسيا 2018، وخلال الموسم الماضي صنع 18 هدف وسجل 30 ليتوج هدافاً للدوري الفرنسي ويساهم في فوز سان جيرمان بالثلاثية المحلية ووصافة دوري الأبطال قبل أن يواصل ظهوره الرائع خلال الموسم الجاري، إذ شارك حتى الآن في 5 مباريات سجل خلالها 4 أهداف وقدم 4 أسيست. فما رأيكم بهذه التشكيلة الأغلى بالعالم؟ وهل تستحق أيضاً لقب التشكيلة الأفضل؟ أم أن هناك لاعبين آخرين يستحقون التواجد بها؟ إن أعجبك هذا الفيديو من قناة ميد سبورت فلا تبخل علينا بضغط زر الإعجاب والاشتراك بالقناة، ولكي يصلك كل جديد قم بتفعيل جرس التنبيهات.